نفسي هفة على أكلة معينة، حنتف وراس تقلينا وطبخ لنا، الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه، ما تهيا بنا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله منه واللي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلاله من طعم محروقه ومقرمشه واسمها بلدي. يسعد اوقاتكم بالخير. النهارده هنعمل بتنجان المخلل اللي كلنا بنبقى عايزين نعرف سر المطاعم والطعم بتاعه ايه. النهارده هنعرفها بكل التفاصيل بتاعتها وكل التكات بتاعه المحلات، وهنعرف ازاي نعمله مظبوط ويطلع معانا ناجح من اول مره. تابعوا الفيديو لحد النهايه عشان تعرفوا كل التفاصيل وكل التكات بتاعته علشان يطلع معاكم مظبوط. اول حاجه طبعا بنحاول ان احنا نجيب البتنجان يكون مليان شويه ومش كبير قوي، يا دوبك متوسط، ويا الناس اللي بتحب البتنجان اللي هو بيكون صغير قد الصباع كده برضو بنحاول ان احنا نجيب بتنجان يكون مليان شويه. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نحمره يبقى لسه يبقى فيه لحم نقدر ان احنا ناكله كله ما يتشفتش في تحمير الزيت. طبعا بكون غسلاه كويس ونقعاه في شويه متخلي عشان لو في اي مواد كيماويه ولا اي حاجه بتكون انتهت في الميه ويكون نظيف معايا. بعد ما بينشف خالص بشقه زي ما انتم شايفين شقيته معاكم في بدايه الفيديو. بعد كده هبدا بقى احمر البتنجان بتاعي، بجيب الزيت وبسخنه وابدا انزل بكميه البتنجان معايا على قد ما الطاسه بتاعتي بتاخد. هحمر الكمية بتاعتي، وبعد ما اعمل الكمية بتاعتي احمرها كلها هبدأ بعد كده ان انا اعمل الخلطة بتاعتي بتاعت البتنجان اللي انا هحشيها بيها. زي ما قلتلكوا بحاول ان انا ما اقلبهوش كتير، يا دوبك بس هي قلبة واحدة. من تحت استوى هبدأ ان انا اقلبه على الجهة التانية. زي ما انتوا شايفين اهو انا سبته 5 دقايق على الجهه الاولانيه، بعد كده هبدا ان انا اقلبه للجهه الثانيه واسيبها برضو حوالي 5 دقايق 3 دقايق حسب السوى بتاع البتنجانيه اللي معايا، وبعد كده هبدا ان انا اشيلهم واصفيهم على حاجه. اول ما ادوس عليهم كده والاقي الشوكة بدأت تخش فيهم يبقى هي كده استوت، وابدأ ان انا اطلعهم وزي ما قلتلكوا اصفيه كويس جدا، وبعد ما اصفيه وابدأ اكمل بقية تحمير بقية البتنجان عشان نعمل الخلطة بتاعتنا. في نفس الطاسة هبدأ ان انا اصفي الزيت بتاعي واخد معلقتين بالظبط من الزيت وابدا انزل فيهم بقى ثوم وجزر وفلفل حامي طبعا، وهبدا بعد كده اخلي الطماطم على جنب. اول حاجه بس بنزلها زي ما قلت لكم الثوم والجزر والفلفل الحامي، وابدا ان انا اقلبهم كويس جدا، مش عايزاهم يحمروا، انا عايزاهم بس يا دوبك يتبلوا. بعد كده هبدا انزل بالطماطم اللي معايا، هنزل بقى بالطماطم، كان التوم بتاعي يا دوبك سخن، وابدأ اقلبها، وانزل بعد كده بالملح والكمون اللي معايا معلقة من كل حاجة. بعد كده هبدأ ان انا هقلبهم يا دوبك دقيقتين او دقيقة على النار، وبعد كده معايا بقى ليمون كتير ومعايا معلقة صغيرة من الخل. اهم حاجة في الخلطة ديت هي الليمون، بيحبوا الليمون كتير جدا البتنجان. بعد كده هبدا ان انا اول ما الطماطم بتاعتي تسخن هبدا ان انزل بيه الليمون والخل اللي معايا. في اغلب المحلات ما بيحطوش الطماطم في فصل الصيف لان الطماطم بتكون روحها صغيره، فبتبدا ان البتنجان اللي معايا بيحمض، انما احنا في البيت فاحنا بنعمل كميه صغيره مش زي بقيه المحلات، فبنضيف الطماطم المقطعه مكعبات.
بس كده ضفت الليمون والخل، هبدا ان انا اديهم تقلبتين، وبعد كده هبدا ان انا اركنهم وابدا ان انا احشي البتنجان اللي معايا. دي بقى شكل الخلطه بعد ما انا فضيتها في الطبق، شايفين شكلها عامل ازاي، والليمون والخل طبعا وبقيه العصاره بتاعه الطماطم والجزر اللي معايا. هبدا بقى ان انا احشي البتنجان بتاعي. طبعا نفس الخلطه دي تنفع للفلفل المقلي، طبعا بتبقى جميله جدا، واهم حاجه في البتنجان المقلي اللي هي الفلفل الحامي بيديها طعم. هبدا ان انا احشي كل الكميه اللي معايا، وبعد كده هبدا ان انا اقدمه معاكم زي ما هتشوفوا معايا. للناس اللي بتحب البتنجان المسلوق نفس الخلطه دي تنفع ان انت تحشي بيها البتنجان المسلوق. البتنجان المسلوق يا دوبك بس بديله شقه البتنجانيه، وابدا ان انا احطه في ميه سخنه يا دوبك اول ما يبدا يطرى اطلعه واخلي شويه من الميه بتاعه السليق، واعمل نفس الخلطه بالظبط وابدا ان انا احشيها، وبعد ما احشيها انزل عليها بكوبايه الميه السليق اللي انا سبتها على جنب، وابدا ان انا احفظه في علبه واشيله في التلاجة واطلع على قد الاستخدام. طبعا البتنجان ده يقدر يقعد معاكي لمده اسبوع في التلاجة، تقدري كل وجبه تطلعي تاكلي زي ما انت عايزه. دي كانت وصفتنا النهارده، ودي كانت سر من اسرار المطاعم البتنجان المقلي. يا رب تكون عجبتكم الطريقه المره دي وتجربوها، وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي قناة بسنت ابراهيم. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.